أقدر أعمل بس عليه. والله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكبر بيك، كل شيء مزيان. والله يحفظك، تبارك الله عليك، بك شي عندك ناضي. الله يحفظك خويا، تحياتي لي. ديما تنشوف الله يسترك أبرد الوالد. الله يكبر بيك خويا، شرف لي، الله يحفظك خويا العزيز، الله يحفظك. الله ودي الله يكبر بيك، تحياتي لي خويا. الله يحفظك، الله يبارك فيك. واش دراري شي دراري 20 ديالي كيقول لي هذا هو 86؟ تنسمع. ومنين البريد؟ منين؟ انا مكناسي خوك، ولد مكناس. تحياتي لمكانسه. مكانسه ولكن انا شويه تنعمر شويه الفوق، لا كنخرج على مكناس. انا مكناسي ولكن الحرفه خارج على مكناس. الله تبارك الله عليك، صراحه والله العظيم ما كنتش صطات. الله يسترك. وانا قلدتك، درت واحد الفيديو بحالك في البحر. طب ديرو دخل شوف فيه في البحر، واعر بحالك والله العادي. انت ديرو شوف فيه واحد الفيديو بحالك. دابا دخل بر، الله يستراك بالكمان جا وكل شيء مزيان. مرحبا، الله يستراك، الله يحفظك. ام جنات كابيسو خوتي، بارتاجيو بارتاجيو. شوف شوف طالب واحد. ديما الفيديوهات ديالك كنتفاعل معاهم، ولكن عندي طلب غتلبيه ليا دابا. وكاينين الناس بغات. مرحبا. الفيزا والباسبور من كازا لمارسي. دابا راني عيان شي شويه، راك مريض. راني في الفراش. لا راه عيان شي شويه، راني مريض. الله يجيب الصحه. عيان شي شويه والله، الا عيان خوك مسكين شويه، سخانه شي شويه خويا. الله راني ناس ما خرجت من الفراش كاع. وكاين شي استراك لقجات؟ كاين شي ضروري. كنضربت واحد اللقجه، كنت خدمت واحد المناسبه. والمهم ما نساليش ديك المناسبه. اسمعني، غنهضر انا وياك في البريفي. بغيت تخدم على راسك. اسمعني اسمعني، كاين استوديو خدام خدام. اسمعني صح، كاين استوديو تاع الله. داكشي ما تخسر والو. انت تجي عندي الكازا ريا عدي، مرحبا بك. كلمات كلشي ما تخممش، تاق جيب معاك السلاح وجهي. استوديو كاين كلشي. قول لي في كازا، قول لي في كازا. اسمعني، كازا ورا صحابي هنا بزاف. وتاسمع صاحبي، راه تعرفوا تعرفوا واحد الكوا ما زيد تما، راه تعرفوا نقولوا لك. كنا طارق ود الجزار كنسمع به خويا. طارق ود الجزار كنسمع به. راه ماروش تبارك الله. وفينا بلاصه كازا؟ وقيله هو، وقيله في درب غل، وقيله زيد درب غلف، وقيله الله اعلم. ولا كنسمع التسميه، ولكن ما كذبش عليك ما نعرفوش. انت دابا الا بغيتي دير شي لعيبه تلوح شي لهم شي لعيبه، راه غيتعاملوا معاك الدراري وتعاطفوا معاك وتعاونك شويه. هي دير شي تكون مثالي. دابا راه الشهر ما كاين لا عراس لا والو، دير واحد 20 يوم وجي عندي، راه دوزها عندي هنا في كازا. والله تجي ما تخمم لتا. والله تجي واسمع، وحتى الكلمات نكتبوا لك. كاينين دراري معايا حارين، ما تخممش دير شي حاجه ديالك. مرحبا، شي حاجه ديالك ونسجلوها في الاستوديو وما تخسر حتى ريال. كاين استوديو نجي. الله تجي عندي استوديو غتسجل فيه ديال من ديال المشاهب، وحق الله العادي. ما نعرف الحاجه. مرحبا نجي. دير الدراري ولاد المشاهب. والله تنجي، راه انا كنبريباري فواحد اللعيبه، غندير مفاجاه ان شاء الله غادي تكون في هاد الايام. مرحبا مرحبا، خدام على واحد اللعيبه، واخا انا ما عندي علاقه بال. شكرا لكم خوتي، كتكتبوا لي شكرا لكم. الله يكبر فيكم، راكم عزاز وغاليين. امين، الله يحفظكم. مرحبا. غبرت على الجمهور ديالي، عرفتي غبرت عليهم مساكن بزاف صحابي. ما كنت خدام الهريسات وهذا كنت خدام اخويا. مزيان معاك المجموعه ديالك، عندك كلشي. ها عندك المجموعه ديالك؟ عندك عندي الربعه، عندي الربعه. عندي الربعه، عندي الشيخات، عندي كلش. انت تخدم هنا كحال هنا في كازا صح؟ وانا الرونه تما، انا راه مسخوط. ما انت عندك عرفتي كنت في الموسم ديال سيدي علاش درت في الكوامانزيه تم. واش دراري وريتهم فيديو؟ واش دراري وريتهم فيديوهات ديالك؟
هما يقولوا لي هذا هو الستاتيل ديال 86، كنقول لهم حتى راه واحد واحد الصافي هذا دابا راني امام ريكلز السعر دابا راه امام ريكلز دابا راه ديك تراك راقد راه سير اه شحنا راه عارف والسعر ما كريبيتوش دابا راني هي الله يحفظكم اخويا الله يجيبك امين اخويا الله يستركم الله لا لا راكم عزاز تحياتي الناس كازا الله يحفظكم تحياتي لكم من هذا المنبر عند خوكم الساتي الصغير مقلي الساتي عبد العزيز شكرا لكم وتحياتي الناس ديال كازا جميعا كازا كامله من الراس للراس كيفاش هذا المحب كتبان لي يعني متعلق بزاف بالساتي كتقلدي في كل شيء يعني كي كيفاش جات هذا التعلق وانا نعاود الله يلا لا اول واحد غيجبد معايا الفكره هذه مرحبا هذه الفكره هذه ديال الفنان الساتي عبد العزيز كنت انا في الصغور ديالي وقف عليا في المنام هو الله على بالله على الرقبه ديالي في المنام انا دابا كنسمي لعبد العزيز الساتي صوت وصوره بالحجبان بالسوفه بكل شيء ولكن كيفاش تاثرتي به كيفاش جات الفكره المشكله فين كاينه تخلطوا عليا شويه ديال العرار في الراس حسيت براسي انا ماشي هو هذاك واقيلا غنكون مسكون الله اعلم ولا لا هو تا هو مش نورمال هو راه تا هو شويه انا ماشي انا ماشي نورمال انا براسي دابا انا براسي ماشي نورمال انا البريلم كنعطيه جر ملي كنعطيه جر ترقبت الاله كنصطم فيه كنحيد له الميموار وتحياتي علاش ما تعلقتيش بود البولونجي ولا انا جايك دابا الفكره هي جايه دابا الفكره هي عاد غادا تجي في الطريق انا نكمل لك المشكله قلت لك في الصغر كان وقف عليا في المنام في العلم تما فين انا بقات عندي هذيك الصوره ديال خصني نقلد عبد العزيز الساتي بقيت تنشوف الناس هنا بزاف الناس كيهضروا تيقول لك انا كنقلد عبد العزيز الساتي بحالو وشحال من واحد دابا تيقول لك انا تنقلد عبد العزيز الساتي والساتي عبد العزيز ما حتى واحد ما تيقلدو اخويا انا تنقولها من هذا المنبر هذا لا هو فنان كبير الصراحه انا نقول لك اللي كاين سي انا ماشي تنهضر على راسي انا تنغير على الحرف انا راه عاشرت طفي انا عاشرت الناس ديال كازاوا بلاد الحرفه بلاد الكرام دوك الناس تيغيروا على الحرفه وتيجي بنادم تيقول لك انا حقا تنشبه الفنان عبد العزيز الساتي ومين تكون اخويا انت خدام في العراس وتخدم في العراس فين هي التدويره ديال الكمال جا بحالو فين هي الدوره بحالو هذيك كاين والله فين هي الدوره بحالو مني تكون اسمح لي قاطعتك راه في الفيديوهات ديالك وانت راه التحركات في كل شيء بحالك انا تندار وارتي دابا راني راه مشاني الصوت راه قلت لك راك مريض راني تخدم في الموسم ديال سيدي علي ودرنا شي لقطه صعبه لقطه الناس كيتفرجوا صعبه ديولي وديولك الناس باغيين يشوفوك باغيين يشوفوك صح درنا شي لقطه صغيره صح اللي حبيتي ديرها انا الخوت كبتو معنا الفنان الكبير تاعنا يلا وين هاي نسوي الالم هاي نسوي الالم اخبار تاع مراي ولي صيبتك في بلاصتو وقع لك بحال صدام مع داك الشبيه ديالو والساتي راه باقي ما طلقش لك الخبار راه ولي صيبتك في بلاصتو تدوز عليه الدكاك يقول لي تقول لي انت انا هو الساتي وخرج عينيك الله راه هضر معايا مسكين ويلي هضر معايا مسكين اصاحبي الله يكبر به هضر معايا مسكين الله يلا هضر معايا بالله شكرني تحياتي الساتي من هذا المنبر هذا الله يلا هضر معايا مسكين بالله الفنان عبد العزيز الساتي الله يلا هضر معايا مسكين وكبر بيا هضر معايا في التليفون مثلا الا كانوا معيطين لي شي جوج عرات ولا ثلاثه بدقه واحده يصيفطك حتى في بلاصتو شي عرس يقول واه ما نكرهوش اخويا ونكرهوها يلا خوت يلا وهادي انا بديتك عزيز عليا هو من كارزا المارتاك مرحبا والله اخوان كبت زينو كبت اخوان نشط
هاني نسوي الآلة، هاني نسوي الآلة. سوي لي الآلة. هو حصريا معانا الفنان الكبير. والتطواني فينك التطواني؟ قال صاحبي غادي تهرس الطريجه. عقبتيني شويه على غفله. عقبتيني شويه على غفله. هاني مالك مزيان صاحبي، تعرفوا عليك الناس اللي ما عمرهم شافوا الفيديوهات ديالك يتعرفوا عليك. دخلوا الدراري عنده، راه عنده فيديوهات خطيرين، داكشي ناضي عنده. كميت عليه الدروب. تحياتي حامي خويا، مرحبا مرحبا بالاخوان. شنو بالكاس وطردي الخويب. يا حي كميت عليه الدروب. دخلوا الاخوان، دير العرس جيب الساتي. انا ها هو الساتي. تشرب الكاس وطرد الخويات. يا سيد حيك في عيون الناس وتبقى هي بالاخيات. كبسوا كبسوا خوتي، كبسوا ولا تحبسوا. هذيك هذيك السيد يخليوني نهضر، يخليوني ندويه، يخليوني نتكلم، يخليوني نهضر. يا قلبي مشوي انا ربي شيفني وجدك في قلبي وبقيت فيك. يا ربي يخليوني نهضر، يخليوني ندوي. يا قلبي مشوي انا ربي شيفني وجدت فيا في قلبي وما لقيت لك اي. يا العيالي يا ربي يا خليوني نهضر معاك، يا خليوني نتكلم معاك. انا ربي شيفني وجدت فيا في قلبي وما لقيت لك. يا امي امتي يا امي ماوى خليني نهضر. يا بورا الطربوش يا خصنا الفلوس، يا بورا الدار يا صوب الخواطر. يا الناس كازا يا الناس كويزا يا داو الخبيزا. انا ربي شافني وجدتني في قلبي وما لقيت لك. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا لك، الله ينصرك على الاعداء ديالك.
امين خويا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك والله العظيم. راني هي شي شويه راني ما قادرش نغني. هلا اسمع اسمع، هي مزيان درتي هذه، عرفتي علاش؟ لان شي وحدين تيقول لك اودي بانه هو راه ماشي هو اللي تيغني في الفيديوهات، كنقول لهم لا راه كاين جره، وكيقول لك لا راه هذه راه غير ديكور وهذه والطاط. لا يا اللي كنغني، لا يا انا خويا انا اللي تنغني وتنها، ما كاينش انا اللي تنغني وانا اللي كلشي ديالي، كلشي ديالي وتا اللعيبات. كلشي ديالي، كلشي ديالي، كلشي ديالي، كلشي انا اللي تنغني وانا اللي تنزر انسان. انا اللي تنضرب كمانجة وانا اللي تنغني وانا اللي كمانجة. يا خويا سطور بحال فنان عبد العزيز الساتي، شوف فيها انا كنقول انا تنقلد عبد العزيز الساتي. شوف 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 كمانجة، شوفها ما تشوف حتى حاجه، شوفها شوف شوف كمانجة كي كدور. اسمعني الساتي، اسمعني هاي دابا الكمانجة غنهضروا شويه. علاش علاش اسمعني، علاش الفيديوهات عاود تولي دير ديالك صوتك نتايا وكمانجة ديالك؟ سمعتيني الساتي اخويا والساتي، دير فيديوهات ديالك انت، فيديوهات ديالك، ما تبقاش تخدم مثلا الموسيقى وتبدا تخدم تدير على الكمانجة بحال ما هكا. ولي دير فيديوهات ديالك صوتك والجره ديالك، ويكون فيهم مثلا 10 ثواني ولا 15 ثانيه، وعطي للناس والناس غيتفاعلوا معك لانه غيعجبهم، غيكون داكشي حقيقي ديالك طبيعي. باش مثلا نخدم نقول لك خويا شوف 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 انا راه نخدم شوف انا نقول لك واحد الكلمه. حنا خويا سي حنا حنا المغاربه، سي حنا المغاربه، حنا تنتشفاو بيناتنا سكسي بنتي. ماشي كاينين الناس زوينين، كاينين انا زين، انا زين، انا ندير معاك خويا الكازاوي. سي حنا المغاربه، حنا المغاربه. انا فاش كنت في اللايف، فاش بينت لهم وجهي في اللايف، بنادم تصدم. العالم دار معايا، حسيت بالعالم تيديرها، اللي تيكتب ليا اللي كذا. وانا راه نجي عندك اخويا راه ندوز فيك، انا نقول لك من هذا المنبر اللي كتقول لي لا انا كذا، انا راه نجي عندك قسما بالله قدام هذا الكازاوي هذا، ونجيب هذا الكازاوي يتفرج قسما بالله تندوز فيك. الله يتنصدم فيك بالاله ديالي، وانا مسلم، وانا راه مسلم. خلي دوك الناس يشوف فيا، انا راه مسلم للحرب. بلاتي انا راه مسلم للحرفه، وتنبغي كاع الحريفيه، انا راه مسلم الدومين هذا، تيبغيك تكون مسلم. شي لما كنتيش مسلم لهذه الحرفه بعد منها واعطيها الوقر. انا تنبغي اسمعني اسمعني استاذ، اسمح لي لا قاطعك. اسمعني دابا، هو شو الانسان بصفه عامه، الانسان بصفه عامه ما كاينش الكمال لله، ما كاينش شي واحد في الدنيا عليه اجماع الناس كاملين كيحبوه، فهمني؟ شي استاذ براسه مثلا، استاذ براسه راه كيلقى انتقادات كبيره. وكبسوا خوتي كبسوا. اسمعني اسمعني، ما عمرك دابا مثلا داخل حتى دابا عندك مثلا 10000 داخل اللايف مثلا، ولا كيتفرجوا بك 10000، راه ما يمكنش 10000 كلها غتحبك. شي اللي حبك غير 6000، عرف بان واحد 4000 اخرى ما كتحبكش، كتكرهك، وبلا ما يعرفوك بلا ما يشوفوا كاع الفيديوهات ديالك كيكرهوك، كيكرهوك. الور انت ما خصكش يتاثر بكومونتير واحد. واللي بغيت نشوف انا اللي بغيت انا بغيت نقول نكمل لك الفكره، نكمل لك الفكره صاحبي، نكمل لك الفكره. مثلا انا واحد سبني، مثلا انا سبني واحد، انا مثلا كيسبوني، كيسبني واحد، نخرج انا مثلا بفيديو ولا نقول لهم علاش ديروا لي هكا وعلاش هذا، ما خصكش دير داك الشيء وما تهضرش، ما تكونش ايجابي. العقليه ديالك خصها تكون، ما تكونش سلبي، تكون ايجابي، تكون ايجابي، ما نديرش في داك الاثر. ما كنديرش حتى فواحد، لا انا ملي كتقول لا ما كنديرش، كيقولوا لي كتقول لي الاخرين دوك اللي كيحبوك تيقول لك هذا مالو هذا. دابا لا ما نديرش فيه هذاك، ما نحسبوش كاع واش كاين، ديما نهضر مع الناس. هذاك الشيء اللي كندير حتى انا، هذاك الشيء اللي كندير، وديما نكون وديما نكون ايجابي بان الناس راه زوينين، المغاربه راه زوينين، وفعلا المغاربه راه ضروري الصراحه. اصلا اصلا عندي جمهور، فوالا فوالا كاين الناس اللي كيحبوك بزاف، وكاين واحد الكميشه اللي مخلوضه كيقول لك راه كاين الوقت خيابات، راه ما يمكنش اصاحبي، راه لو كلشي الناس خايبين غتفنى الدنيا، راه باقي الناس خيرين بزاف. ديال الشر واحد الكوميشن ديال الشر هي اللي كتلوث المجتمع، ولكن كاع نديوها فيها حنايا. الله يكبر بك. حاول الفكر ديالك تبنيه يكون ايجابي، الفكر ديالك ديما حب الناس باش الناس تما يحبوك،
وراه ضروري كيقول لك القافله تمشي والكلاب تنبح، راه ضروري دوك الاعداء كيبداو. دابا المشكله ما تتشوفش، دابا انت في هادو اللي مساكن تيتفرجوا فينا، لا ما تنهضروش على هادو اللي تيتفرجوا فينا، هما اللي تيتفرجوا فينا راه بيننا وبينهم هي الخير والاحسان مساكن، راه لكن حنا فيهم الخير. حنا راه تنهضروا على هادوك الناس المسؤولين اللي تيشوفوا بنادم كوامان جي وما يسترو، وراه خاصك تعيط عليا، خاصك تكبر بيا ملي كاينه هاد الصوره تبارك الله، واش هاد الصوره نضيعوها بحال هاد الصوره؟ انت كنتي دابا انت بالله انت استاذ ديال الموسيقى، دابا انت المفريد انت فنان ديال الموسيقى، غادي تضيع هاد الوجه بحالو؟ غادي تشوف هاد الوجه بحالو غتقول لا هاد الصوره خصنا نحب، هاد الصوره هادي خصنا نقبطوها ونحتفظوا على التراث. دابا نجاوبك، خلينا نجاوبك، غنجاوبك انا اخذ وعطاء الحوار. دابا هو مثلا عطيك، انا نجاوبك بواحد الطريقه اخرى. دابا مثلا كتشوف شي سياسي، مثلا سياسي ولا شي واحد ناجح وصل ولا وزير، يقدر يكون بدا من الصفر ولا وزير، الناس تيقولوا عليه بانه زور، بانه شفار، بانه افهمني، وهي في حد ذاتها مثلا انسان طالق من الزيرو وصل لواحد المكان، راه ماشي لحق وصل، راه سهر الليل وتكرفس وتعذب. الور اللي بغيت نوصل لك انا، ما تستناش واحد يجي يقول لك، انا خويا تسنى نقول واحد الكلمه الكازاوي، خويا نقول لك واحد الكلمه. انا راه 22 عام وانا في الدومين اخويا، شوف فيا 22 عام وانا في الدومين، انا راه دخلت حتى الجزائر بالكامل، خدمت فيها الجزائر، خدمت فيها خويا، تحياتي السعوديه، تطوان، وجده، كاستياخو، الرانكو، خلي بلادي، خلي مكناس. اش نقول لك خويا؟ ما كاينه حتى حاجه. حنا شنو تنقولوا؟ تنقولوا لي دار دار بكري، انا راه مسكين وراه عندي الرباعه ديالي، بول عندي الرباعه ديالي، واش دابا عندي الرباعه ديالي كنقيل خدام يوميا؟ انت قيت خدام يوميا، انا ما كنخدمش يوميا، تنضرب لي فريد عرياس وتسنى واحد ثلاث شهور ربع شهور تاتجيك عاوتاني مناسبه، عادي يمكن لك عاوتاني توكل الوليدات وكذا. هذا هو المشكل، باش انا ما صافي. لا متفق معك، ولكن بغيت نوصل لك واحد الفكره، حيت انا سمت لي انا ونقول لك واحد الكلمه، حيت انا هاد الصوره هذه انت براسك دابا الانفريد، هاد الوجه الزين اللي كيهضر معايا وجهك، راه نحيد وجهي دابا نهضر على وجهك. انت الانفريد تتقلد واحد الفنان انت، واش خصني نكبر بيك ولا لا؟ من طبيعه الحال خصني نكبر بيك، حيت دابا على السن غير انا وتنهضر، تنهضر على هاد الصوره هادي اللي الناس تيقولوا لي تيتصوروا معايا بزاف الناس. خويا واستاذ عبد العزيز سيزي، واستاذ عبد العزيز واش من هذا؟ واش انت ولده؟ واش انت ولد عمو؟ متفق معك. هاي واحد الكلمه، هاي واحد الكلمه حيت انا لما تنهضر انا اخر كل نهضروا، تنهضروا انا على الناس ديال الموسيقى. خويا بولبول الله يحفظك، خويا بولبول حياتي، تنهضروا على الناس ديال الموسيقى، هما اللي غيقول لك واه تبارك الله هاد الصوره هادي منين بانت خصنا نقبطوا هاد الصوره هادي، نحتفظوا عليها ونزيدوها لقدام. ولكن الحمد لله دابا لقيت واحد الجمعيه، الحمد لله واحد السيده لقيتها مسكينه في الموسم، هادي هي امراه، هادي راه امراه، هي اللي غادا تزيدني دابا لقدام ان شاء الله، غادي تبقى تشوفني. خلي داك الشيء ما تحكيش فيه في اللايف، واسمعني اسمعني اصاحبي، الساسي دابا مرحبا، خليتك دوي دابا، خليني ندوي دابا اسمعني. هو النجاح بجميع المجالات، ماشي في الفن ولا بجميع المجالات، في اي حاجه، راه ما تستناش واحد يجي يقول لك هاكا على النجاح خذيه، راه خاصك تضرب عليه، فوالا خاصك تضرب عليه العادات، خاصك تسهر عليه. دابا مثلا انت، انا نعطيك فكره، مثلا انت قلتي عليك قلب الساتي، ونتسنى انا ناس يجيو يقولوا لي اجي نشدوا بيدك، راه ما كاينش اللي غيشد بيدك، انت خاصك تجتهد. باش غتجتهد دابا هاشي فهاد الفيديوهات اللي كدير، راك بديتي كتبان شويه، ولكن ما خصكش تبقى غادي في نفس النهج. دابا تسمعني، من غيولوا الناس يعرفوك وهادي وهادي، ما خصكش تبقى غادي في نفس النهج، خصك تبدل الطريق. ما يمكنش لي انا واحد غنبقى غادي، لا اسمعني، ما يمكنش لي انا واحد نبقى غادي كنقلد انا واحد، هو راه مدبر على راسه، خصني ندير شي حاجه ديالي. علاش انا نحكي واحد النوطه ما فهمتينيش؟ جي عندك صوت كتعرف تضرب بالاله، دير شي حاجه ديالك، ديالك تبقى ديالك، كتخدم على ديالك، كتضرب شي مالي على ديالك. اما ماشي واحد راه مغني ديسكو في الثمانينات ودخل العاقه في الثمانينات وجينا نقلد فيه، علاش؟ لانك انت مسكون فيه او لا، خاصك تخرج من هذاك اللباس ديال الستاج،
دير شي حاجه ديالك وتشوف واش غيتعاطفوا معك الناس غينج. دابا مثلا مثلا ملي انا غادي نجي ونغني ديك ديال السيد وانا غنمشي نجي سيدي ديال السيد ونفرج في السيد انا غنفرج اكثر. دير شي حاجه ديالك غيحبوك الناس وغيبارطاجيوك وغيشعاونوا معاك. المغاربه كيحبوا الدرويش نقول لكم واقعي معك. المغاربه كيحبوا انسان بسيط ودرويش. نتايا فيك هاد المواصفات كلها كاينه درويش وبسيط وكتهضر صادق فيك هاد اللعيبه كتهضر صادق انت ما كتهضر من قلبك ما فيك لا تصنع على والو غير حبك الناس. ولكن دير ولكن دير شي حاجه ديالك باش الناس يتعرفوا معك. دير شي حاجه ديالك جي عندي يكون خير ان شاء الله. داكشي راه كلشي ساهل والله سنتلا دابا راه ولات دابا انا بلاصه في كازا انا بلاصه في كازا حتى تنهضروا في البريفي تنهضروا في البريفي صافي مرحبا. اغنيه ولاو فيها 4 دقائق دابا 5 دقائق داكشي ساهل صافي. كلمات يكونوا معبره وهادفه صافي وغتخدم عليها. كاين الناس اللي ساعدوك حتى باللحن في كلشي الشعبي نيت تقدر تمشي بعيد غات لواحد زيد كازا غنبقى في كازا باش نجلس وطلع بها التيك توك شي كاع شي هي دير الديسك ديالك ولا حيت حتى التيك توك ديالك ولا دير لاشين في اليوتيوب وخدم عليها بدا دير بشويه 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 والناس غيتعاونوا معاك وتغمض عينك تلقى واحد العامين هكا بلونسيتياش. ونبدا بلا ما بغيتش نذكر لك السميات شحال من واحد بدا بحال القصه ديالك وراه فين ونعطيك واحد هذاك اللي غنى ديك الديسك ديال تا لقيت اللي تبغيني مالو تا وراه غالبا بارطاجي. واش فهمتيني شنو نوصل لك فين هو دابا بقيتي تلقاه واش فهمتيني شنو نوصل لك. خرج من الجلباب ديال السيت نصيحه من عندي انا ماشي زعما كنطعن في هذاك السيد الله يسهل عليه. تا هو راه توت الشعب وبدا من الصفر تا هو راه قصته غتكون كثار من ديالك. تا هو راه بدا من والو وشو تبارك الله راه فين سال كيحبوا الناس عاد الجمهور ديالو الله يسهل عليه. حنا ما نعيبوا عليه حتى شي حاجه ولكن خرج من الجلباب ما عمرك تقلد. دير شي حاجه ديالك خدم عليها ونضرب عليها تماره. مثلا شحال من عام وانت دابا كتقلد في السيتي وخدمتي على شي حاجه ديالك وراك وصلت والله ما كذبتي بالله كون وصلت ها كون وصلت بالله وراسي خفيف دابا بغيت نخرج الاغنيه نخرج مون دابا نحط راسي على المخده نسمع حاضر اغنيه. دابا الغلط اللي كيوقع فيه الناس ديما الانسان يدور به الناس اللي يكونوا في المستوى يتعاشر مع الناس اللي يكونوا في المستوى. كاينين دراري قارين انا ماشي عيب نكون ما قاريش انا ما قاريش ولكن راه كاينين عشراني قارين يكتبوا لي يوريوني 16 نتسول خويا جبرك في هادي جبرك في هادي بغيت ندير هادي بغيت نغني في هاد اللعيبه ويكتبوا لك كاينين دراري يكتبوا لك ونجمع شويه من هنا ومن هنا ونبحث ونقلب ونبقى نعوم وهادي وما نستسلمش ولا ضروري الله غير يسهل عليك فهمتي. الله يحفظك. لا غنجي عندك ان شاء الله غنسول فيك ان شاء الله. مرحبا خويا شكرا لك الله يحفظك وتحياتي لك بزاف خويا وشكرا لك بزاف من هذا المنبر تشرفت. شحال انا باغيك تطلعك معايا والله العظيم كنشوف فيديوهات ديالك تعجبوني الصراحه وتطلع في سبحان الله العظيم. حتى انت الله يعمرها هذا الله يجرب فيك صيف لي شي لعيبه في البريفي ونهضر سير الله يعاونك خويا وتهلا. مرحبا خويا الكازاوي تهلا لي في الوليدات شكرا ضروري استريك سكي وديما شوف ديما المورال خصو يطلع ديما ضحك وديما هادي وغي لا 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 هي شي شويه صافي مرات ديما ضحك والله هادي الله يستريك خويا الله يحفظك يا رب. بلبل طلع معايا لك ما خدامش بلبل يلا الله يعاون خويا طلع لي فراس واخا خويا شكرا لك الناس الدري الله عمره دار ستاتي صغير الله يعاون.